الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سناء، اهلا لاله سناء، كيف صبحتي؟ لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا بالناس ديال العيون. مرحبا الطاقم. لاله اختك، شكرا لك بزاف، نتمنىكم على خير يا ربي. بارك الله. بالنسبه لواحد جوج اقتراحات كنطلبوا المستمعات، اعاده النطاج المنزلي اللي دوزات دابا خديجه ام نور. اييه، وكانت واحد الاخت بغات كيكه ديال الجزر والسميد. اييه فعلا. اييه شكرا، ان شاء الله نعاود لكم النطاج ديال الاخت خديجه. قالت لنا خديجه ان شاء الله نديروا في قصرونه كاس عنبه ديال سنيده، جوج كيسان عنبه ديال الماء، مع واحد المعلقه كبيره ديال العسل، وهذا الشيء كله كنوضعوه على واحد العافيه مهيله حتى كيغلى لينا واحد نص ساعه هكاك. صافي، من بعد نص ساعه كنضيفوا له معلقه عصير ديال الحامض وشويه ديال الفاني، واحد راس معلقه هكاك، وقبيصه ديال الملح، وكنخليهم يغلاو واحد شويه. من بعد كنكونوا موجدين واحد المعلقه ديال النشا مخلطينها مع نص كاس عنبه ديال الماء، وكنخويهم على الخليط. أيوة. وكنخليهم يغلاو واحد 3 ديال الدقائق فقط، وكنطفيو عليه ونخليوه يبرد، وكنوضعوه في الثلاجه وكيكون عندنا واجد. اييه، كنتمنى المستمعات اللي كانوا بغاو يجربوا فعلا. اييه، بالنسبه للكيكه ديال الجزر المستمعه اللي بغاتها، كنحتاجوا 4 خزو محكوك، وربعة سميدة رقيقة، كاس زيت، وكاس سنيدة، زوج بيضات راه فيها البيض، الأخت كانت سولت واش فيها البيض ولا لا، مع واحد الياغور ديال الفاني، مع جوج خمارات، واحد زفت ديال البرتقالة، يعني قشور ديال البرتقالة. كنخلطوا هاد الشي كامل، البيض مع سنيدة والزيت، وكنضيفوا لها الجزر المحكوك، كنخلطو كامل، وكناخدو قشرة ديال البرتقالة كنضيفوها حتى هي. صافي، كنخلو الخليط ديالنا في واحد اللاطة مدهونة مرشوشة بالسميد، ولا كنغلفوها بالورق ديال السيفريزي وكيكون ديجا مدهون، وكنخليوها طيب عادي. هي كتجي بحال البسبوسة، كيكة بسبوسة. ومن بعد ملي كتخرج كنسقيوها بواحد الكاس ديال عصير البرتقال. صافي، كدهنوها بالمربى، كنرشوها بالكوك. اييه، خفيفه وزوينه فعلا. هادشي اللي كاين زوينه الكوطه اللي عطاك الصحه. لا باقي الوقت نعطي شي نصائح الاخوات. يلا واخا تفضلي. بالنسبه للترمو اللي كتشكى ان الترمو ديالها كيكون فيه الريحه، كنصح انا المستمعات اول شيء ان الترمو ما نغسلوش يعني بجافيل. داك الترموس اللي كنديروا فيه القهوه والحليب. الترموس اللي كنديروا فيه القهوه والحليب باش يبقى ريحته زوينه، كنديروا فيه عواد ديال القرفه مع شي حبات ديال القرنفل. اييه، عواد ديال القرفه وحبه ديال القرنفل، كيكون بعدا الترمو مغسول ومنشف. مغسول وناشف مزيان. اييه فعلا، حتى هو كيدير ريحه. كنخليو فيه عواد ديال القرفه مع القرنفل، وما كنسدوهش باحكام، كنخليو مغطيه بحال شي مهويه. صافي، كي كنحتاجوه كنخوي دوك العواد ديال القرفه والقرنفل، وكنعموه بالقهوه ولا الحليب ديالنا عادي. كتبقى ديك الريحه ديال القرفه والعواد ديال القرنفل في الترمو، كيكون زوين. ايه، فوق ما كتجبدي كتشمي ديك الريحه، ما كتبقاش تفيه ديك الزفوريه ديال الحليب. ايه ولا ديال القهوه. ايه فعلا. بالنسبه للاخوات اللي بغاو الحامض مصير مجموع، يعني كنشريوه على برا كيكون هكاك مجموع، كنقولوا كيفاش كيصايبوه. كناخذوا الحامض ديالنا الكميه اللي بغينا، وكنديروها في كوكوط، كنخويو عليه الماء، يعني الماء ماشي يعني كيكون مغطي الحامض، يعني على حسب الكميه ديال الاخوات اللي بغاو. وكنديروه فوق البوطه واحد ربع ساعه على نار مهيله، غير ربع ساعه. كنخليو الكوكوط حتى كتبرد، عاد كنحلو عليها، كنخويو داك الحامض كنحيدوه، وكنديروه في قرعات اللي يكونوا معقمين، وكنخويو عليه شويه من داك الماء والملحه. داك الماء اللي طاب، ماشي طاب فيه، غير بحال كيتسلق شويه، والملحه، وداك الماء اللي بقى في الكوكوط راه ما رميوهش، نديروه في الكونجيلاتور، حتى كنبغيو كناخذوا به عصير كنطحنوا به التشين مع الحامض، كيجي منسم، كيجي منسم ديك البنه ديال الحامض. والاخوات اللي بغاو زعما يسرعوا العمليه ديال انه باش يوجد، كناخذوا داك الحامض كنتكوه بالكيوردو غير واحد شويه، كنديروا في دوك القرعات كما قلت مع داك الماء والملحه، وكنسدوا عليه. راه في الساكة يوجد، وكيكون عندنا حامض مصير مجموع. اييه فعلا. اللي بغات ترقد الحار بواحد الطريقه زوينه وبنينه، كناخذوا الحار اما داك الخضر ولا داك الاحمر السودانيه، داك الاحمر كننقيوه، يعني كنغسلوه ونشفوه، كنديروه في قريعات، كنخويو عليه الزيت اللي كيغطيه، زيت الزيتون اللي كيغطيه، وكنديروا الثومه مغطعه، وكنديروا الملح. صافي، كنبلعوا القريعات. إيه. ومره مره كنبقاو نحركوها، يعني كنقلبوها من تحت للفوق،
وكيوجد لينا الحار ما نقلعولوش دوك داك العويدات ديالو الفوق غير واحد شويه يعني كنخليوه هكذاك يعني ما كنفلحوه ما كنقطعوه ما ونخليوه هكذاك صاين صافي كيرقد لينا وكيكون عندنا من السم ديك الثومه وحتى ديك الزيت كنقدروا نحتاجوها كتكون حاره وطالقه في الطبيعه وكيجي زين وبصحه والراحه شكرا سناء سناء ام شرف شكرا لك بزاف من الجهه الشرقيه من العيون تبارك الله عليك مشكوره جدا على هذه الاقتراحات اللي قدمت لنا